معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين. اخبارك ايه يا كابتن جهاد؟ والله الحمد لله، فضل ونعم ربنا. انت عارف طبعا ان انا عمري ما بقصد ان انا اعمل اي مشاكل. مفيش مشاكل خالص، صح كده؟ اطلاقا اطلاقا. طيب الموضوع انت سالتني سؤال وانا رديت عليه. طب بس عشان وضوح اشرح الوضع، عشان انت دخلت معايا على طول، كنت لسه شرحت الوضع. لا لا خالص، والله في مشاكل خالص. انت سالتني سؤال، انت لو موجود في عضو لجنه حكام، عضو الاتحاد المصري لكره القدم، الناس اللي موجوده هتسيبها؟ تقول لا، انا هغير المنظومه بالكامل، هجيبها على المحار. ده لا يسيء لاحد. انا في الاخر عايز تغيير شامل للجنه الحكام على المنظومه التحكيم بالكامل. احنا بقى لنا كريم 4 5 سنين عندنا مشاكل. فمحتاجين تغيير شامل يا جماعه. احنا مش عايزين مسكنات، عايزين نبقى واضحين دايما طول الوقت، ونتكلم بوضوح لصالح التحكيم المصري. احنا كان جالنا خبير اجنبي، وقابله خبير اجنبي، وقابله خبير مصري، 3 لجان متعاقبه. عندنا مشاكل، دي الرابعه. عندنا مشاكل. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نعمل تغيير شامل. ده ما يزعلش حد خالص. ده رايي انا الشخصي، وكخبرات اللي موجوده في التحكيم، واللي شفتها في التحكيم، عايز التحكيم المصري يبقى احسن حاجه. بس الموضوع بسيط. طيب خالص. عشان برضه اوضح للساده المشاهدين، كابتن جهاد جريشه كان معايا بالنهار، كان في مداخله على الراديو في البرنامج الاذاعي، واتسالته قلت له ان يبقى لو جيت عضو مجلس اداره اتحاد الكره هتعمل ايه مع لجنه الحكام؟ قال لي هغير كل حاجه وهجيبها على المحاره ونعدل من الاول.